وتكون الكورس ده يكون كويس بالنسبه لهم. حد هنا يا جماعه شغال في يعني اشتغل بالاكسل او حاليا شغال في الاكسل؟ اه تمام. انت شغالين بالاكسل اصلا دلوقتي؟ حاليا مش بالظبط بستخدمه، بس بستخدمه في الشغل عندي يمكن مؤخرا حاليا دلوقتي، عشان موضوع العملاء واوامر التوريد والكلام ده كله بقيت محتاجه اكتر عشان ابتدي اعرف بمعنى اصح اللي انا بجيبه بورده فين، وعايز احسب الحاجات دي كلها مره واحده، فابتديت ان انا اعمل له علاقات كتير كده، فحبيت ان الموضوع يكون تحت ايدي اكتر، يعني مش محتاج ان انا ادخل اسيرش مثلا على داله معينه او علاقه معينه عايز اعملها فلازم اخش ادور عليها، لا طب ليه كل ده، طب ما انا اتعلم الاكسل كله راح دماغي يعني. خلاص كويس الموضوع مش صعب. صح كده؟ صح. انا برضه يا دكتور يعني لسه طالب في كليه تجاره في فرجه رابعه. تمام. انت برضه ما اتعاملتش على الاكسل كتير. ار تي سي وحضرتك يعني نشتغل معاك بشكل كويس عشان نقدر نتاهل فيه بشكل كويس يعني. يا مساعد يا مساعد ان شاء الله عينيا ان شاء الله باذن الله يعني باذن الله. حد ما اشتغلش على الاكسل؟ تمام. اشتغلنا عليه بس من اللي هو ما درسناهوش دراسة مفصلة يعني. انا عايزة افهم يعني هما بياخدوا عندنا في الترقيات وكده ان هو لازم الاساتذة تكون عارف اكسل، مش بيحددوا مثلا دالة معينة او اي حاجة معينة، بس اللي هو تكون عندك معلومة عن الاكسل اللي هو انا درسته، بس اكيد مش فاكرة في حاجة لان انا ما استخدمتوش. انا خريجة 2015. تمام. لكن انت ما استخدمتهوش كحاجات دي اللي انت بتعرفي تشتغل عليه او تمارسي عليه شغلك او حاجه زي كده. بالظبط. اه هو في دلوقتي في المجال اللي انا فيه انا خدمه عملاء، فلما بيفتحوا ترقيات وكده ومحتاجين الناس. سمعت الموضوع ده على فكره، انا سمعت في حته الكول سنتر دي بالذات ان عشان تترقى لازم تكون فاهم في الاكسل كويس. الاكسل كويس جدا. اه بالظبط. سمعت الجمله دي قبل كده. طب تمام. في حد تاني كده كده؟ تمام. يعني كده في ناس شغاله في الاكسل، في ناس عندها خلفيات على الاكسل، في حد ما تعملش على الاكسل خالص او انه عايز تتعلمه عشان مثلا ناوي يتقدم في شغل معين بيطلب اكسل عموما يعني، وما فيش شركه ما بتشتغلش بالاكسل؟ لا هو كده تمام يعني. انا بس انا محتاج موضوع، عشان خاطر انا شغال في الحسابات بقالي فتره، فمحتاج الدوال. الدوال دي مهمه جدا بالنسبه لي. عنالك يعني. انا تحت امرك، انا تحت امرك في اي شيء. بس على اساسيات يا دكتور، عشان احنا برضه يعني اتمنى تركز معانا على اساسيات برضه عشان تظبط معانا، بحيث نقدر لما نتخرج نقدر نشتغل بشكل كويس يعني، يعتبر احنا لسه يعني فريش ابيض. بص انا اقول لك على حاجه، من خبرتي انا اديت حوالي 4 أو 5 كورسات قبل كده مع جمعيه رساله. انا الكورس انا بعمله حوالي من 4 لـ 5 سيشن، صدقني انا بديك فيه خلاصه الشغل اللي في الاكسل. يعني انت عايز تشتغل هتروح هديك اللي انا هعمله لك دلوقتي تروح تشتغل بيه، صدقني مش بهزر. لو انت واحد ما تعرفش حاجه عن الاكسل خالص تابعني في الـ4 أو 5 حصص اللي انا هديهم لك دولت، هتخلص. ربنا يكرمك يا دكتور. هتخلص من هنا بعون الله بعون الله، هتروح اي شغل هتقدر تشتغل، لان انا هديك الاساسيات في الشغل، هديك الاساسي. زي عارف انت في كورس انجلش، في كورس حاجه اسمها بزنس انجلش، ان هو يديك البيزنس اللي هو يعلمك تبعت ميل ازاي، تكتب ايه في الميل، حاجات السريعه دي. مش محتاج اللي هو يقول لك ايه فيرب زي داي ان جي اللي هو فيرب المضارع المستمر، لا هو مش محتاج يديك التفاصيل دي، هو محتاج ان هو يديك الحاجات اللي هي فيها الشغل بس. فهمتني؟ فان شاء الله ان شاء الله تابعوني ان شاء الله في الكورس ده باذن واحد احد، ان شاء الله هتستفيدوا كتير. فانا هضطر بقى في الكاميرا عشان الكاميرا دي اكيد هتبقى متقله النت شويه، فانا هخلص ونبتدي بقى نخش. انا اكلمك يا دكتور جزاك الله خير. حبيبي شكرا يا اهو. نقفل كده الكاميرا اهو ونرجع بقى دي كده زي ما كان. بصوا يا جماعه، في الاكسل انا هبتدي افتح كده صفحه جديده كده وهعمل لكم معايا شير علشان تشوفوا انا بعمل ايه. ممكن بس يا احمد يا عمر، ممكن يا عمر بس تفتح لي الهوست عشان انا مش عارف اعمل الهوست. مع اذنك. حالا يا استاذ محمد. حبيبي تحت امرك.
تمام يا استاذ محمد. تمام شكرا قوي. بصوا كده يا جماعه، انتوا كده متهيألي شايفين الاكسل قدامكم ده، تمام؟ يعني حاولوا بس تبقوا معايا. انا معاك. تمام. تمام. بصوا انا هعملها شرح سريع جدا اللي ما يعرفش الاكسل او اللي يعرفه، انا هعملها زي نظره سريعه جدا على الاكسل، واتمنى كل الناس تشوفني باذن الله. بصوا يا جماعه، دي صفحه الاكسل اللي بتبقى فاتحه جديد. الاكسل ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيعرض البيانات بشكل مبسط وشكل سريع، وبيعمل عمليات حسابيه معقده بشكل سريع جدا، احسن من الاله الحاسبه. تمام كده؟ تمام. عايز اقول لكم على حاجه صح، الاكسل لو انت عايز تقول له ودنك منين يا جحا، هتقدر تقولها له من كذا اتجاه، من ناحيه اليمين، من ناحيه الشمال، من ناحيه فوق، من ناحيه تحت، لان الاكسل فيه اكتر من حل بيودي لنفس الاتجاه، يعني هو حل بس بيتجاب بكذا طريقه. دي الصفحه الرئيسيه بتاعه الاكسل، ده الشكل الرئيسي بتاع الاكسل، تمام؟ ودي دي الهوم او صفحه الهوم، ودي اللي احنا هنشرحها النهارده ان شاء الله. بصوا يا جماعه، الاي والبي والسي والدي اسمهم عمدان، اسمهم كولوم، عمدان، عمود. واحد واثنين وثلاثه وخمسه لحد تحت خالص ده اسمه صف، ده اسمه عمود، ده اسمه صف. لو ليكن الخليه اللي هي دي اسمها المربع، ده اسمه خليه، اللي هي المربع اللي هو باللون الاصفر ده كده، دي اسمها خليه. الخليه دي اسمها H4 اللي هو العمود رقم H اللي هو العمود اهو، والفور اللي هي الصف بتاعها، هتبقى اسمها H4. تمام كده يا جماعه، حتى تلاقيها مكتوبه فوق اهي على الشمال اهي H4، اللي هي نوع اسم الخليه اسمها H4. تمام كده يا جماعه، يعني كل شويه بالله عليكم بس حد يقول لي اوكي تمام حاضر، يعني عايز بس عايز بس عشان ساعات الانترنت بيقطع، فممكن اقع من وسطيكم يعني في لحظه يعني. اوكي لا ما تقلقش معايا ان شاء الله. تمام جدا يا جماعه. دي الحاجه بتاعتكم. ثواني بس كده عشان نقدر نشغلها كده. ايوه بس خلي دي كده هنا على جنب. تمام جدا. بصوا يا جماعه، وليكن بقى، بصوا بقى نبتدي بقى بالهوم. الهوم نبتدي بالحته دي. الحته دي كوبي وبيست وحاجات كده بسيطه جدا، يعني مثلا لو انا كتبت مثلا هنا محمد، لو انا دوست هنا دوست كوبي، لو دوست هنا تاني هيروح دايس هنا بيست. دي سهله جدا يا جماعه، كنترول سي وكنترول في بتحل المشكله خالص. الحته دي تبقى سهله شويه. كات، لو انت عايز تاخد دي كات تحطها هنا بيست، بس دي هتتشال، اللي هي دي هتتشال من مكانها، هتتحط هنا مش هتبقى هنا موجوده. كوبي بتخلي الاثنين زي بعض. الحته دي بتاعه تظبيط الكتابه والخط ايه ونوع الخط، اهو لو تيجي تدوس هنا تدوس هنا على الخط هيقول لك تختار خط نوعه ايه، اهو الخطوط نوعها ايه وهكذا. وهنا بصراحه ما حدش بيلعب في الخطوط كتير قوي، هنا لو انت عايز تكبر الخط وتصغره تاني وهكذا، او دي كمان بتشمل الحته دي. دي لو انت عايز تخلي الخط بولد يعني عريض، مائل، تحتيه شرطه. لو انت بقى عايز تخلي الخليه دي مظلله كلها اهي، يعني مظلله من الاربع جهات، او مثلا بدون تظليل، او من الجنب او من الشمال او من اليمين وهكذا. لو انت عايز تخلي خلفيه الخليه دي اصفر او برتقاني، او تخلي كتابه الكلام ده مثلا باللون الاخضر او بالاحمر او بالازرق، يعني وليكن يعني دي بتبقى التنصيص او التنسيق قصدي. دي التنصيص بقى، اللي هي لو الخليه دي مثلا انت عايز تخليها في النص هنا كده، لو انت عايز تخليها ترفعها فوق تنزلها تحت، لو دي قصدي تحت كده شويه اهي تنزلها تحت ترفعها فوق وهكذا. انتوا معايا صح يا جماعه؟ خليها شمال يمين. معايا. الكلام بقى لو انت عايز تخلي الكلام يعني معوج مع يعني حاجات زي كده، ما اعتقدش الناس هتبقى بتستهلكها يعني بتستخدمها كتير يعني في الحته دي قوي، لان مفيش حد بيستخدم الحاجات دي كتير، يعني اللي هي الالاينمنت دي محدش بيستخدمها كتير يعني. دي لو انت عايز تخلي الكتابه من العربي من الشمال لليمين وهكذا. الراب تكست دي حلوه يعني، وليكن كده يا جماعه، بصوا ركزوا الحته دي كده، عشان دي الراب تكست دي ساعات بنستخدمها شويه. دي وظيفتها ايه؟ مثلا دي اسمها محمد وده اسمه مثلا مينا. لو انا كتبت هنا مثلا محمد تحسين،
ما اعرفش كتبت هنا كلام كتير كتير كتير. بصوا تلاقي الكلام هنا داخل يعني مفروض لو انا عايز اخليه تحت بعضه اخدوس هنا كده اهو. الكلام بيتحط تحت بعضه اسمها راب تكست. الراب دي يعني اللي انت عارفين يا جماعه انا بسجل محاضره ما تقلقش، انا بسجل محاضره انا كمان عندي قناه على اليوتيوب هبقى ارفع يعني هبقى اعملها لكم في اخر الفيديو تشوفوا كمان ان انا كنت عامل كورسات قبل كده. عينيا حاضر عينيا تحت امرك يعني. الراب تكست دي عامله عارفين كلمه راب دي؟ راب دي يعني بيلف يعني بتلف الكلام تحت بعضه. المرج دي بقى دي الاختراع دي بقى المرج دي اللي انت لو انت عايز تمرج الخليتين مع بعض يعني دي خليه لوحدها ودي خليه لوحدها لو انت عايز تمرج الخليتين مع بعض هتروح معلم عليهم كده واقول لك كده مثلا كام خليه مع بعض روح دايس على مرج. بص بقى بيقول لك ايه بيقول لك عشان المرج انت المفروض لما بتيجي تعمل مرج المفروض تبقى الخلايا دي فاضيه ففي كلمه مينا في النص فلما هتدوس مرج مينا دي هتختفي دوس اوكي ما بقاش في مينا نكتبها من اول كده ما بقاش في مينا لو احنا جينا نرجع كده لحظه نرجع مينا هي في النص لو انا عايز اعملها دي كده وادوس مرج اوكي مينا اختفت تمام طب لو انا جيت شلت مينا ودوست مرج على طول اتعملت على طول هو بيجيب لي زي ورنينج او تحذير بيقول لي ان في كتابه في العمود ده فانت خد بالك لو انت عملت مرج هتتشال فانا بشيلها ده المرج الجنرال والكرنسي والكلام ده دي هنرجع لها بعدين او نخليها دلوقتي دي اللي هي نوع الخليه اللي انت بتكتب فيها هي ايه بصوا كده يا جماعه نوع الخليه هنا هي عاملها جنرال يعني عامه هقول لك يعني ايه عامه دلوقتي لو انا كتبت وليكن 1 2 3 4 5 دي هو شايفها عامه طب لو انا كتبتها رقم لو انا اخترتها رقم هيعملها لي بعديها يعني اللي هو بعديها علامه عشريه اللي هو ده خلاص قراها لي كرقم يعني المفروض بعد كده لما اجي اعمل علامه لما اجي اعمل زي حسبه معينه المفروض ان هي هتطلع لي بعد كده مثلا ايه 1 2 3 4 بوينت 4 5 من 10 او 4 او 6 من 10 8 من 10 وهكذا طب لو انا خليتها مثلا كرنسي بص عملها لي ازاي علامه الدولار لو انا خليتها مثلا شورت ديت خليها لي 1933 مش عارف ايه ده لو انا خليتها تايم عملها لي 12 اي ام وهكذا يا جماعه اللي هو انت اللي بتحدد فراكشنال ما اعرفش حاجات زي كده يعني انت اللي بتحدد الخليه دي بس عموما دي هنحتاجها هقول لكم هنحتاجها ليه بعدين دي علامه دي الكرنسي بقى طبعا لو انتوا عايزين تغيروا الكرنسي اللي هي علامه العملات هتبقى ازاي والكام في الميه دي لو انت عايز تخلي الخليه دي كام في الميه ودي اللي هي علامه اللي هي الكوما سيبريتد دي اللي هي بتبقى اللي بتفصل كل 1000 يعني بصوا 12345 دي اللي هي الكوما دي اللي هي بتفصل كل 1000 تمام كده يا جماعه تمام ودي اللي هي بتقرب علامه العشريه ولا لا اقول لكم دي بتاعت ايه اهي دي لما انا باجي اعملها النمبر دي كده باجي اقربها من هنا او اطول العلامات العشريه بس كده الكونديشنال فورماتنج ركزوا بقى معايا بقى في اللقطه بتاعت كونديشنال فورماتنج دي احنا لحد هنا يا جماعه كده احنا تمام تمام جدا طب تمام تمام كده يا جماعه صح كده طب ايه رايكم بقى حد عمل معادلات قبل كده على الاكسل اللي عمل معادلات وشغال بيها خلاص حد ما عملش معادلات يعني حد نفسه يشوف معادلات على الاكسل انا الصراحه يعني الناس وانا برضه حد يعرف يقول لك ايه حد تعرف تعمل معادلات على الاكسل تعرف تعمل جمع وطرح وصم وما اعرفش ايه بصوا بقى يا جماعه هنعمل اول معادله على الاكسل علشان تكونوا مبسوطين منها زي مثلا لو حد درس برمجه يقول لك ايه احنا هنعمل اول كود برمجه اللي هو برنت هلو وورلد اللي انت هتطبع هلو وورلد ده واحد وهنا واحد اهو عايزين نجمعهم هنجمعهم ازاي اي معادله في الاكسل يا جماعه بتبتدي بايكوال يعني يساوي او بعلامه الزائد فاحنا هندوس ايكوال بيساوي اهي وهندوس على دي اهي ندوس عليها اهي زائد دي
ونروح دايسين انتر. جاب لي كام؟ 2 بالظبط. طب لو احنا غيرنا هنا وخليناها 5 ودوسنا انتر، ايه اللي هيحصل؟ معادلة هتغير بالظبط، وهكذا. لو دي خليناها 5 كمان المعادلة هتغير. حلوة دي. تمام، بس رخمة قوي لو هي هيبقى فيه يعني جدول كبير فبيبقى فيه دالة مختصرة يعني. يعني ما انت عارفة اهو، امال بتقولي لي مش عارفة؟ لا انا عارفة، انا دخلت الامتحان ومحدش قال لي فعلا والله على حاجة. انا كنت بفتح اليوتيوب واشوف ايه اللي مثلا ممكن يجي في الاكسل. كويس كويس، انا عارفاها صم وال كويس والماك. دكتور انت حددت؟ نعم. يا مستر محمد انت حددتهم ازاي؟ ما انا مش فاهم. بص اهو هنعملها من الاول تاني عشان تبقوا عارفين. بص يا جماعه، هندوس يساوي، اي معادله اي ايكويشن اي فانكشن في الاكسل، اي معادله في الاكسل بتبتدي بيساوي، هندوس يساوي، هندوس عليها بالماوس. نعم اتفضل محمد. لا هستأذنك بس في حاجه، احنا ممكن نعمل زوم تمام بحيث ان هي تبقى باينه ايه الخطوات اللي حضرتك بتعملها بالظبط، لان ممكن يكون يعني انا واحد من الناس انا فاتح من على الموبايل واللابتوب قدامي تمام، فانا ما عنديش مشكله من ده، بس محتاج ان انا اقرب الموبايل قوي لعيني عشان اشوف الخطوات اللي حضرتك بتعملها. بس طب انا مش عارف الموضوع ده بيتعمل ازاي، بس من تحت خالص في الابلكيشن نفسه، في ابلكيشن الاكسل. ايوه صح. ايه ده صح؟ ايه ده تمام، عشان اسف صح. هو ايه الهبل؟ لا ولا يهمك. ماشي حاضر. ولا يهمك. اهو صح انت بتتكلم صح. ماشي. بص يا جماعه هنيجي هنا هندوس يساوي وهندوس عليها على الم... على ال... على ال... على الخليه عادي اهي. الخليه حتى اسمها دي 3 زائد الخليه اللي تحتيها اللي هي دي، هندوس عليهم حتى بالماوس. بعد كده ندوس انتر، جاب لي المعادله اهي. تمام كده يا جماعه، جاب لي المعادله اللي هي اسمها، جاب لي اللي هي عددهم 10 صح كده معايا يا عثمان؟ يعني حضرتك يا دكتور انت بتحدد الارقام الاول وبعد كده تكتب المعادله فوق بعد يساوي صح؟ ايوه انا بدوس يساوي عادي اهي، بدوس يساوي وبعد كده بدوس على دي وبدوس زائد علامه الزائد اهي، وبعد كده اروح دوس على اللي بعده ودوس انتر. خلاص كده تمام يا مستر. طب ايه رايكم يا جماعه لو المعادله كبيره، يعني لو 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 ايكويشن كتيره زي مثلا دولت، ركز كده يعني مثلا سعر الوحده دي بص كام واحده، دول كتار جدا كتار جدا. ده اللي بيجي بالظبط، هتحلها ازاي؟ بص بقى ده بقى الحل. هتيجي بص بقى تروح عامل ايه، هتنزل تحت خالص. تحت خالص اللي هي ازاي؟ هتنزل تحت كده خالص اهو تقريبا بالسهم او بكنترول، بنزل بالسهم نفسه كنترول حاجه. انا بشتغل على فكره مانوال خالص، كاني واحد عادي خالص على فكره. صار او انا اللابتوب هو تاتش، فانا بيبقى سريع معايا، لكن احنا الاجهزه هناك شاكه مع الماوس او تمام. بصوا بقى يا جماعه، دي احنا عايزين نجمع كل الكلام ده كله. هنروح جايين هنا وهنروح دايسين ايكوال، احنا اي معادله طبعا بتداس ايكوال، ونروح دايسين كلمه سم اس يو ام اهي، وتروح مختارينها عادي بكليكين دبل كليك عليها تمام، وهنروح عاملين على العلامه دي كلها اهو كده اهو، ونروح دايسين كده نطلع فوق كده نعلمهم كله، نروح قافلين الكوس اهي. لو تلاحظوا اهي المعادله اهي، ونروح دايسين انتر اهي اهي، ده الجمع بتاعهم. حد فاهم حاجه؟ فين ايكوال دي يا دكتور؟ نعم فين ايكوال اللي انت ضغطت عليها في الاول دي؟ فين ايكوال؟ انت قلت هنضغط ايكوال قبل ما نحدد. ايوه ما هي ايكوال اهي، يساوي اهي، يساوي علامه يساوي اهي تمام. المعادله هي عثمان فوق اهي، مكتوبه فوق اهي في الحاجه اسمها فورمولا. انا ما كنتش فاهم، انت عارف المصطلح. لا اهي الايكوال اهي، ده يساوي تمام. هي المقصود بيها يعني ان هي احنا هنعمل عمليه سواء بقى جمع او طرح او قسمه. معادله يا جماعه، اي معادله اي داله بتكتبوها في الاكسل لازم تدوس قبليها كلمه يساوي. خلاص تمام
اهو بص يا جماعه عشان نكتبها اهي عشان تبقوا عارفينها اهي. ثواني دي 7 مثلا، ونخلي دي مثلا 4، ودي 6، دي 2، دي 9، تمام. ونعمل دي كده مثلا ايه، نخليهم كلهم كده. طيب يا جماعه بصوا يا جماعه عشان نجمع كل دولت تحت بعض، بصوا يا جماعه عشان نجمع كل دولت مره واحده، كل دولت مره واحده، هنروح دايسين كلمه يساوي، يساوي خلاص، هندوس كلمه يساوي وهندوس كلمه صم، نكتب كلمه صم اس يو ام اهي، ظهرت اهي. على فكره دي 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 ما دي ما دي معادلات كتير قوي، هتختار اول واحده خالص فوق اهي، وتروح معلم عليهم كلهم اهو، وتروح دايس نقفل الكوس ونروح دايسين انتر، هتبقى 38. على فكره لو انت في الاكسل وعلمت عليهم كده، علمت عليهم كلهم وعلمهم هنا، لو انت عندك، لو حد فاتح لابتوب يا جماعه من معايا من عندك يعني، فاتح لابتوب معايا وكتب كذا حاجه كده وعلم عليهم، هتلاقيه طلع له في الجامعة هنا 38. تمام. ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. هو احنا لو احنا عملنا زي ما هتعمل كده وعملنا اوتو صم اللي هي الام اللي مقلوبه فوق دي، مش اسرع من احنا نكتب يساوي وصم وكده؟ على فكره خدي بالك الشورت كاتس كتيره، يعني ما انت ممكن تيجي تعملي هنا، مش لازم اوتو صم على فكره، انت ممكن تعملي الت ويساوي، الت يساوي الت ايكوال انتر، خلصت. الت يساوي فيجمع؟ فيجمع على طول. ماشي. بص اقول لك على حاجه يا ندى، الفكره كلها ان انا بحاول اشرح الاساسيات البيزكس، اما بعد كده الشورت كاتس هتبقى كتيره قوي، فانت لازم تعرفي البيزكس الاول. هو ده اللي احنا عايزينه يا دكتور. بالظبط، هو ده اللي انا بقوله لكم يا جماعه، البيزكس بتاع. نعم، محتاجين الاثنين، الاساسي طبعا بعد كده المختصر عشان نعرف ازاي بنستعمل الدم. مفيش مشكله، ان شاء الله تعرفي كل حاجه. بصي اهو، انت تقفي على المكان اللي انت عايز تجمعي فيه، المكان اللي انت عايز تجمعي فيه، تمام، وتروح دايس كلمه الت وايكوال، الت يساوي، وتدوسي انتر، خلص المجموع. تمام كده؟ تمام. ماشي يا جماعه. طب دلوقتي بقى عايزين نعمل داله الطرح هنعمله ازاي؟ هنعمل برضو يساوي وهنيجي دي، وبعد كده هنختار الخليه دي رقم 7، وبعد كده ناقص اللي هي ماينس دي، وبعد كده 5، وبعد كده انتر هيطلع لي 2. طب عايزين القسمه هتتعمل ازاي؟ مثلا عايزين نقسم 6 ودي 3 عشان تبقى مظبوطه، ونروح مثلا يا جماعه دايسين يساوي، وبعد كده ندوس 6 وعلامه السلاش دي على دي كده على التلاتة، هيطلع لي 2. تمام كده يا جماعه؟ تمام مع حضرتك. حاضر ماشي. ماشي بعد كده. هو انا اسف بس على قطع كلام حضرتك، هو الزوم هيفصل في خلال 5 دقائق، فندخل على نفس اللينك ان شاء الله. ندخل على نفس اللينك؟ خلاص ماشي، ندخل على نفس اللينك. ماشي اوكي. ماشي يا جماعه، اول ما يخلص يا جماعه الزوم نخش على نفس اللينك. ماشي اوكي. بصوا يا جماعه، نيجي بقى للضرب اللي هو الاسترك، هنروح دايسين يساوي برضو اي معادله تبتدي بيساوي، ونروح دايسين على اللي عايزين نعمل نضربها 6، ونيجي نضربها في اللي هي شيفت 8 اللي هي الاستركس دي في 3 في 6 ب 18 كده. احنا عملنا المعادلات الحسابيه اللي هي جمع ضرب قسمه طرح. تمام كده يا جماعه؟ تمام. طب نزود شويه. ماشي نزود شويه. ايه رايكم في حته اللي احنا نعد اللي هو نعد كام عدد مش نجمع، صح كده؟ نعد كام خليه يعني؟ نعد كام خليه بالظبط، نعد كام خليه. تعالوا كده مثلا نشوف، مثلا دي عدد لا نهائي، ده كتير قوي. جايب لكم حاجات كتيره جدا فعلا. مثلا ناخدهم كده على جنب كده شويه، مش عايزين ناخد عدد كتير، احنا هناخد مثلا عدد شويه من دول. اهو. بصوا يا جماعه،
دي اسمها دول تمام كده، ليبيا وكندا واليابان والتشاد وارمينيا وكل حاجه. احنا عايزين نعد كام دوله موجوده هنا، كام دوله تمام كده. في العد اللي معاه في الاكسل اسمه كاونت، كاونت العد في الاكسل اسمه كاونت. اوكي تمام، ده اللي كاونت كاونت. اه بس احنا دلوقتي هنعد اسامي مش هنعد ارقام. بصوا يا جماعه كاونت دي بتشتغل مع ارقام فقط، فانت عايزه تعدي اسامي مش تعدي ارقام، اسامي بلد جماد مش رقم. فما في معادله اسمها كاونت اي، كاونت اي اي تمام كاونت اي تمام. ونروح معلمين عليهم كلهم اهو تمام، ونروح قافلين الكوس ندوس انتر. قال لي دولت 17، لو علمنا عليهم كلهم كده هتلاقيهم هنا 17 على فكره. اسمها كاونت اي. انتوا معايا يا جماعه؟ اه مع حضرتك اتفضل. لا يعني الباقي معايا؟ اه اه مفروض تمام. يعني انتوا كده معايا يا جماعه، انتوا يعني متابعين معايا تمام كده. بصوا يا جماعه كاونت اي بتيجي مع الاسامي ومع الارقام. يعني لو انا ركزوا كده، لو انا جيت مسحت كلمه جامايكا مسحتها هيقول لي 16 تمام، كانوا 17 الاول وحطيت مكانها 2 هيبقى 17. كاونت اي معادله كاونت اي بتعد الارقام والكلمات، يعني بتعد الارقام والكلمات تمام. لكن كاونت بس، ركزوا، لو انا عملت كاونت بس كاونت وعلمت عليهم كلهم، عارفين هيجيب لي كام؟ تتخيلوا العدد هيبقى كام؟ ها واحد يعني هي اثنين. ها تتخيلوا العدد هيبقى كام؟ واحده بس. واحد بس. واحده بس فعلا، عشان انا مش حاطط غير رقم واحد بالظبط جدع، اللي هي رقم 2. لا ابيض بالظبط. بصوا يا جماعه كاونت اي، انا هقول لكم في حاجه اسمها شو فورمولا هنا. حلو المعادله. يعني هي كاونت اي بتعد السلاب بس وخلاص، وكاونت بس بتعد الارقام اللي في السلاب بس بالظبط. بص يا جماعه الفرق ما بين كاونت اي وكاونت بس، كاونت اي دي انا بصراحه بستخدمها، يعني انتوا المفروض تستخدموها وتنسوا من كاونت بس. انا كاونت اي دي مفتوحه على الاثنين، اما كاونت بس بتعد على الارقام فقط، فتحس ان هي محدوده. يا اكاونت ايه لو انا عندي مثلا معادله كبيره قوي قوي وفي حاجات ملهاش ارقام اصلا مش طالع لها ارقام، فانا بقول له احسب لي اللي فيها، يحسب لي اللي موجود فيها بس مثلا اسماء او ارقام، واللي مش موجود فيها يعني عامل ايرور مش هيحسبها. دي اكاونت ايه؟ لا فاهميني اكتر، مش فاهم اكتر بصراحه، مش فاهم. دلوقتي اللي هو لما بنجيب معادله كبيره او سكادول كبير وبيقول لي طلعي لي احسبي لي اجمعي لي يعني الدوال او الخليه اللي فيها بيانات، ايا يعني كانت البيانات دي بقى رقم او كلام. اكونت ايه هتعدي؟ بيبقى في خلايا فيها بيبقى معمول عليها ايرور، يعني ان هو ما فيش اصلا بيان ليها خالص، الشخص ده مثلا ملوش بيانات لسه. لا هتعدها لك برضو، انت عايزه تعدي اللي ما اللي هو الخلايا اللي مكتوب فيها بس، لكن الخلايا الفاضيه لا. دي نفس هي بس اقول لك على حاجه، هي لو خلايا فاضيه هي مش هتعدها لك، بس هي الخلايا دي بيبقى جواها معادله صح ولا غلط؟ تمام بقى هتعدها لك برضو. هقول لك على حاجه، بص شايفه دي كده مثلا، هناخد مثلا دولت كده، دي لو فاضيه لو دي فاضيه مش هتعدها لك، بس المشكله ان دي بتبقى جواها معادله، بس المعادله مش مسمعه نتيجه. نسوقف بس كده لحظه. كنتوا معايا يا جماعه؟ معاك يا دكتور. ماشي، هو متهيالي هيثم بيرد عليا، عارف؟ ايوه احنا معاك، نروح ساكت تاني. صح هيثم؟ اه
ايوه انت هادي خالص يعني. ما حضرتك انا كنت بقى طيب ماشي. بصوا يا جماعه هي السكرين سودا اتفضل. السكرين سودا السكرين سودا لا انا عاملها لا 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 مش سودا خالص انا عامل شير على فكره متغيره. لا هي باينه هتلاقي دلوقتي ظهرت عيسى دلوقتي. نكمل نكمل ماشي. بص يا ستي هو انا قفلت عمر انت قفلت كده عمر لا هو عمر عمل لي هو عمر هوست ناو اه كده انا هعملها دلوقتي اهو. بصوا يا جماعه كده انا عملتها دلوقتي شير سكرين دلوقتي. بص يا ستي هنا لو هنا مفيش معادله وفاضيه زي هنا كده مش هتعد لكن هنا بتبقى فيها معادله. طب لو انا عايز احسب الخلايا الفاضيه بس يعني اللي هي كبير وخلايا فاضيه ما فيهاش حاجه خالص فا كامل. ماشي يا ستي. بص يا ستي هتيجي هنا بس دي حاجه بتبقى يعني ما بتستخدمش كتير بس اسمها كاونت بلانك كاونت. هما انا فاكر ان هما ثلاثه كاونت بلانك اهي كاونت بلانك. هنيجي نعلم عليهم كده كلهم اهو من اول ليبيا لحد اريتريا فيهم كام؟ واحد واثنين. وهنروح قافلين القوس وندوس انتر هيقول لي اثنين. طب لو انا شلت جابان هيقول لي كده ثلاثه اللي هو بيعد الخلايا الفاضيه بس اسمها كاونت بلانك. يبقى كاونت ايه بيحسب كل الخلايا سواء فيها كلام او ارقام. كاونت بس ارقام بس كاونت بس ارقام بس كاونت ايه ارقام وكلمات كاونت بلانك الفاضي بس فاضي بس. تمام حلو جدا تحت امرك شكرا لحضرتك تحت امرك. ايه رايكم يا جماعه بقى نزود شويه حد انتوا كده معايا في الحته دي ولا ايه؟ حلو جدا انا ماشي خطوه لطيف كده. طب ايه رايكم يا جماعه نزود شويه يعني ايه نقرص شويه كمان. بصوا يا جماعه احنا قلنا ثواني بس انا افتح الكاميرا كده بس يعني اشرح لكم حاجه لو بعد اذنكم وبعد كده اروح اقفل الكاميرا تاني. معلش اهو احنا قلنا مش استنى بس اتعمل كده كويس اوكي. بص احنا قلنا ان صم بتجمع توتال عادي زي ما احنا قلنا لا اما بتجمع اللي هي حاجه زائد حاجه او بتجمع توتال صم كله اللي احنا قلنا عليها بيساوي صم وتجمع ده صح كده؟ تمام صح جدا صح كده. طب ايه رايكم لو احنا قلنا نجمع بس بشرط؟ بمعنى شايفين الشيت اللي قدامنا ده كله فيه ليبيا وفيه كندا وفيه كذا حاجه قدامهم سعر وحده وقدامهم تكلفه وحده وقدامهم برايس وحاجات زي كده. طب ايه رايكم لو احنا قلنا احنا عايزين نجمع بس بشرط اللي قدام ليبيا بس بشرط اللي قدام يابان بس بشرط اللي قدام كندا بس جمع بس بشرط واحد تمام؟ تمام تمام صح كده معايا صح؟ اجمع في الرو الواحد بس يعني؟ نعم اجمع في الرو الواحد. بص اقول لك اجمع في الرو واحد بالعرض يعني قصدي؟ لا لا مش في الرو. بص اقول لك على حاجه ثواني اقفل بس بقى الكاميرا كده عشان ايه؟ انا كده بس قلت لكم الخطوه بعد كده هندوس دلوقتي بعد كده. بصوا يا جماعه شايفين ليبيا دي؟ بص ليبيا دي لو انت جيت فلترت على كلمه ليبيا هتلاقي اكتر من ليبيا موجوده. بص بص مرة انا عايز اجمع كل اللي قدام ليبيا يعني عايز اجمع كل سعر الوحدة اللي قدام ليبيا بس اكيد ليبيا هي بيبقى ليها دالة وبختار العمود كله عشان يفلتر لي ليبيا بس اللي انا عايزاها فانا بحدد له الدالة دي. الموضوع على فكرة خطر جدا الموضوع بس جامد قوي على فكرة. بصوا على حاجة تعالوا بصوا اسمعوني الحتة دي تعالوا نمسح ده كده واحنا خلاص قلنا كاونت ايه بتجمع كلام وارقام كاونت بتجمع ارقام بس كاونت بلانك ودي بصراحه ما حدش بيستخدمها كتير اللي هي بتجمع الارقام الفضاء اللي هو البلانكات او اللي هي البلانكس الحاجات اللي هي الخلايا الفارغه تمام كده. نمسح بقى كل ده ونيجي عند ازاي نجمع بشرط معين ازاي نجمع بشرط خلاص نقفل بقى كده الفيديو ده كده نقفل قصدي الفيديو. بصوا يا جماعه
ركزوا بقى في اللي انا اقول لكم. الموضوع ده حلو قوي على فكره. احنا نختار نختار مثلا ايه 1 2 3 ممكن نختار مثلا حوالي 4 دول تمام كده. وليكن ليبيا دي انا عايز اجمع كل اللي موجود هنا نجمع قدامهم اللي هو اليونت برايس اللي هي سعر الواحد. تعالوا بقى نلغي ده كده نعمله كده هايت تمام كده يا جماعه. بصوا الحته دي كل اللي قدام ليبيا هنا كل اللي قدام ليبيا انا عايزه يتجمع. كل الحاجات اللي قدام ليبيا اللي هي من حاجه اسمها يونت برايس انا عايزه يتجمع كده. انتوا معايا في اللقطه دي؟ ماشي. بصوا يا جماعه اي حاجه يا جماعه فيها شرط اسمها اف. اي حاجه فيها شرط يعني اف. اف يعني حاجه اسمها اي اف اللي هي اف الشرطيه. الجمع يعني صم. عشان تجمع بشرط يبقى صم اف. المعادله هتبقى اسمها صم اف تمام كده. هندوس بيقول لك ايه؟ هندوس ايكوال يعني يساوي صم اف. اهي اول واحده اهي فوق اهي. الرينج اللي هو المدى. انت عايز تجمع. ممكن تقلل الزوم عشان الشاشه كلها توضح كده قصدك؟ لا تقليل مش تزويد كده. تزويد الزوم كده قصدك؟ كده قصدك؟ انا كمان بسال الباقي. هو شايفين انتوا شايفين كل حاجه ولا انا عندي المشكله؟ لا طيب يعني كل حاجه باينه. انا معاكم بس كده يا جماعه معاكم. انا في اي حاجه انا معاكم. اللي بيستخدم الموبايل بس هو اللي عينه تتعب كان اللاب اشتغل. طب ايه رايكم؟ طب انا اقول لك على حاجه. انا تمام خلاص تمام. طب ايه رايك بس نقدمها كده مرتين كده بحيث ان احنا يبقى كلنا شايفين. انت كده شايفه كويس ان ده ولا؟ انا تمام خلاص. طب تمام كده كويس ماشي اوكي. بصوا يا جماعه احنا عشان نجمع كل سعر او اليونت برايس اللي قدام كلمه ليبيا علينا نجمع حاجه واحده. تو سامعني؟ انا سامعك يا ندى. سامعني؟ احنا سامعين. احنا كده سامعين. بص يا ستي كل اللي علينا هنعمل ايه؟ بص هنروح دايسين بيساوي صم اف. هي اول واحده خالص هي تاني واحده قصدي. الرينج ده اللي هو فين؟ انت عايز تجمع ايه؟ يقول لك انت عايز تجمع في انهي مدى؟ نعم؟ بص يا جماعه لا انا بقول المدى. المدى بالظبط. بص يا جماعه المدى بيقول لك ايه؟ المدى ده اللي هو ايه؟ المدى اللي هو ده دي كونتري هتروح معلم عليها كلها. يقول لك ده المدى اللي انت عايز تجمع فيه. الكرايتيريا بعد كده بصوا يا جماعه المعادله اهي لازم تمشي تبع المعادله. المعادله بعد ما بيقول لك المدى في بعديها كوما اهي. حد شايف الكوما؟ تمام. لو انتوا شايفين الكوما او في فوقات في بعض الاكسل بتبقى فيه سيمي كولوم اللي هي نقطه وتحتيها كوما. انا عندي كوما هنروح دايسين كوما. قال لك ايه الكرايتيريا؟ الكرايتيريا دي اللي هي انهي؟ هتقول له انت عايز تجمع انهي؟ قول له انا عايز اجمع ليبيا. الكلام يعني انا عايز اوسعها شويه كمان. دوس يساوي صم اف. الرينج احنا قلنا ده المدى ده. وبعد كده اهي نمشي تبع المعادله اهي. بعد كده نروح دايسين كوما. الكرايتيريا نقول له الكرايتيريا اللي هي احنا عايزين نجمع حاجات ليبيا. يقول لك بعد كده تروح بعد الكرايتيريا تروح دايس كوما كمان عشان بعديها كوما. السام رينج انت ايه الحاجات اللي انت عايز تجمعها اللي هي ايه الحاجات اللي انت عايز تجمعها؟ يعني ايه كرايتيريا؟ كرايتيريا اللي هي المعيار. انهي معيار انت عايز تجمع بيه؟ هتقول له ليبيا. ما هو الحاجات دي انت عايز تجمعها اللي هي ليبيا. بعد كده السام رينج ايه الحاجه اللي انت عايز تجمعها؟ هتقول له ده اللي هو اليونت برايس. تروح معلم عليه كله وتروح قافل الكوس اللي هو كوس المعادله ده كده. تروح دايس انتر. بص جاب لك 1345 ولو سحبت المعادله كده لتحت جاب المعادله اهي. طبعا انت مش عارفين الكلام ده صح ولا غلط. هنروح رايحين على ليبيا ونختار كلمه ليبيا. لو جمعت كل دولت هيطلع لك كام؟ 1354.79 1354.79. طب لو احنا رحنا عند كندا
355.57 355.57 كده طلعت صح المعادله. حد يا جماعه فاهم حاجه ولا انا ولا مش فاهم؟ تمام. انا بعملها معاك نفس اللي على الاكسلايه كده صغيره معايا. بتعملها معايا هيثم؟ كنت محتاج المهم يوم الاربعاء. لا لحظه لحظه، مين اللي بيعملها معايا؟ لا انا كنت بعمل المعادله معاك في نفس الوقت يعني بعملها وانت بتعمل. مش بقول لك إيه؟ انت ساكت بس انا بحبك. ايوه لو انت مش وراك خطوه خطوه كده ماشي. شفتوا يا جماعه؟ بقول لك حضرتك كنت محتاج المعادله في يوم الخميس يوم الاربعاء ولا ايه؟ على فكره انا مش عايز اقول لك يا عيسى، تسمح لي بس اقول لك يا عيسى لان انت لا انجي محمد عيسى المهندس محمد. بص هقول لك على حاجه، مش عايز اقول لك انا بعشق الاكسل، انا من عشاق الاكسل ومن عشاق ان انا اساعد الناس. المعادله دي بتساعد ناس كتيره جدا في حاجات كتيره جدا في حياتها. تخيل او انت نفسك بتقول لي كان نفسك تعملها يوم الاربعاء صح؟ انت ما كنتش عارف تعملها صح؟ كان معايا والله دفاتر حاجات موردين، انا اصلا الشركه عندنا تصنيع وتوريد لوحات كهرباء، فكان مطلوب مني بقى الموقع اللي انا ماسكه كل واحد راح له ايه؟ عايز اقول لك دفترين دفترين، كل دفتر فيه حوالي اكثر من 1000 اذن. فاللي هو انا بقيت قاعد كنت ممكن تعملها في حوالي ربع ساعه او 10 دقائق. 5 دقائق والله خلصت لي كل حاجه. يلا خير. انت عملتها واحده واحده صح؟ انا لا انا خلصت يعني كده كده انا خلصت الحاجه لان هو كان عايز يفرق كل موقع لوحده او بتاع ده يا ربي كل شركه راح لها ايه وبعد كده جمع لي. فطبعا الحاجات متفتحه في النص لان النهارده راح له كذا وبكره راح له من نفس النوع بس حاجات مختلفه وفي بند اتكرر. فالفكره كلها بقيت انا بقى مش مع البند اللي متكرر ده جمع كل واحد لوحده يعني كانت حاجه جميله بصراحه. لا 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 لا. بصوا يا جماعه دي مشكله على فكره، تسمح لي بس يا محمد اقول لك، اسمح لي اقول بس حاجه على فكره يا جماعه صح، لان بس بشيء الاكسل في حاجات فعلا ممكن تشتغل مانيوال وفي حاجات تقدر تعملها كده. انا مش بهزر، الاكسل ممكن تسهل لكم. او محمد هو كان بيتكلم على مشكله بتقابلهم ليبيا وكندا دي، قولوا نفترض ان هي موردين، هو كان عايز يجمع وده شيت الموردين كله. ركزوا معايا في الشيت اللي انا بحكي فيه دلوقتي ده شيت الموردين. فهو كان عايز يجمع كل مورد راح له كام فلوس، فكله مثلا كل مورد بيبقى على مدار السنة دخل في كذا شهر، فهو كان عايز يجمع كل مورد كله على بعضه كام فلوس. فكنا لو احنا كنا هنمشي عليها بالطريقة المانيوال اللي انا كنت شغال عليها، فكنا هنيجي مثلا نبص على مورد اللي هو اسمه ليبيا ونيجي هنا نختار كده ليبيا ده كده عمل كام 1354 وبعد كده اللي بعديه وهكذا نقعد نفلتر. لكن المعادلة دي سهلت في لحظة شغل يعني مش عايز اقول لكم ممكن يتعمل في 6 في 4 5 ساعات، ممكن يتعمل كله في بعض على بعضه في 5 دقايق. انتوا معايا ولا مع الاسف؟ لا مع حضرتك. مع الاسف يعني. تمام. لا تمام. بصوا بقى يا جماعه، بقى اقول لكم بقى على شويه حاجات بقى كده هتعجبكم قوي قوي قوي. بصوا يا محمد برده الحاجات دي فعلا هتفيدك. حد يعرف حد بقى بما انه يعني داس في الاكسل شويه، حد يعرف الايكون دي بتاعت ايه؟ دي مش بستخدم فيها غير الدوبليكيتد فاليوز بس. بالظبط ايوه هي دي برده دوبليكيتد فاليو. ايه تاني؟ المعادلات برده يعني دي فيها شروط برده ومعادلات صح كده؟ حد يعرف حاجه تانية عنها؟ على فكره ده فيها حاجات بلاوي دي يا هيثم غير الدوبليكيشن فعلا. بصوا بقى تعالوا بقى نقفل بقى الكاميرا كده عشان ايه؟ مش عارف ايه شغل النرجسيه اللي انا بحبها. انا قبل كده في ان انا حددت الخلايا، يعني حددت مثلا في نوع من خلايا معينه عايزاها باللون الاحمر. بالظبط مثلا فعلا تقدري تعملي كده. بصي بقى يا ستي، احنا هنعمل بقى شويه حاجات حلوه جدا 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 في الخلايا دي. بصي يا ستي، احنا نفتح بقى كده على البحر كده ونيجي عند دي لوحدها، دي بتتشرح في تابه لوحدها. بصوا يا جماعه الكونديشنال فورماتنج، انا مش عارف دي ترجمتها ايه بالظبط بس هي اسمها الحاجه الشرطيه، التنسيق الشرطي. ايوه التنسيق الشرطي. التنسيق الشرطي ده هو ايه؟ اللي هو من الاخر تقدر تعمل ايه بشرط ايه؟ مش عارف بس يعني مش عارف اترجمها لكم بس يعني معلش سامحوني. اللي هو ممكن اقول حاجه اللي هو تقريبا دي لو لقيت كذا فخليها كذا، او اديها لي بلون كذا. بالظبط هي بالظبط كده، اللي هو خليها كذا ده غير اللون بتاعها بالزبط. او مثلا علمها بعلامه كذا او اعمل كده. بالظبط ماشي. بصوا بقى يا جماعه تعالوا بقى انا استخدمتها ساعتها اللي مثلا
المية الأكبر من 50% لو انهمني مثلا باللون الأحمر وهكذا. تعالوا بقى نقعد نلعب أنا وأنتوا بقى في اللعبة دي كتير أوي. بصوا يا جماعة الموضوع ده فعلا هيعجبكم كتير أوي. تعالوا مثلا وليكن سعر الوحدة دي، سعر الوحدة دي أنا شايف أرقام فوق ال 2000 جنيه، طب إيه رأيكم نقول لهم إيه؟ اللي أقل من 2000 جنيه اعملهم لي باللون الأحمر. تعالى كده أهو. هايلايت أهي هايلايت، اعمل لي هايلايت. عشان بس الإنترنت الستيبل بتاعه، أنتوا كده سامعيني ولا لسه؟ سامعيني. ايه رايكم نعمل هايلايت؟ نقول له هايلايت للزان، للزان 2000 جنيه 2000 جنيه اعملهم لي باللون الاحمر او لايت ريد او اوكي او كل اللي اقل من 2000 جنيه اعملهم لي باللون الاحمر. ونقول له بقى ايه اللي ما بين ال 2000 وال 3000 اعملهم لي باللون الاصفر. ايه رايكم؟ between 2000 و 3000 اعملهم لي باللون الاصفر custom format وفيل اصفر او اوكي اوكي. وفوق ال 3000 اعملهم لي باللون الاحمر greater than 3000 اعملهم لي باللون الاخضر الاخضر اهو. حلو ده اشاره مرور. ما انت بقى بتقعد بقى تقعد تعمل حاجات كتير اهو. طب الامتحان بيقول لك احنا عايزين نعرف هو في ناس ممكن تقف على الخليه وتلونها عادي من فوق، تمام؟ من فوق من هنا مش بستخدم الدقه. هنا في الامتحان عندنا بيقفوا على الخليه نفسها عشان يشوف انت استخدمت الداله او الشرط ده ولا لا، بيعرفوا ازاي؟ تاني كده قولي لي كده عايزك ساره معلش عيديها تاني كده. ماشي حاضر. دلوقتي احنا انا ممكن الون الالوان دي الحاجات دي بايزي مانوال، تمام؟ ماشي مانوال. اه انا دلوقتي استخدمت داله او استخدمت اللي هو كونديشنال فورماتنج. كونديشنال فورماتنج تمام استخدمتها، اعرف ازاي اللي هو بيصحح ان انا استخدمت الداله دي؟ اه اللي انت استخدمت الكونديشنال فورماتنج ولا استخدمتيها مانوال؟ اه اسهل ما يمكن اللي هو هيروح هيوقف كده هنا هيلاقي ان البتاعه دي مش متلونه باللون الاخضر اهي. لو انا جيت هنا دوست مش هتلاقيها متلونه باللون الاخضر. تمام. بص يا ستي الفرق ما بين اللون الاخضر ده واللون الاخضر ده، بص لو انا جيت لونتها باللون الاخضر ده بمجرد ما اجي اقف هنا هيقول لي ان دي متلونه. بصي هتلاقي معمل لي عليها زي مربع على اللون الاخضر اهو، مربع برتقاني اهو. لكن لو انا جيت وقفت هنا مش هيقول لي اي حاجه هنا، بصي مش هتلاقيه معلم لي اي حاجه. تمام كويس جدا. تمام كده؟ تمام كده. زائد بقى هيثم اللي هو كان بيحكي لي عليه ان هو تقدر تعمل الدوبليكيشن. بصوا يا جماعه في جامعه احمد عمر انت معايا ولا مش معايا؟ مع حضرتك. بص يا عمر دي حاجه يعني احتمال تفيدكم في جامعه رساله كمان. انت بتعرف منين مثلا الناس اللي هي الباد اتيتيود اللي هي مثلا جات وعملت مشكله قبل كده مثلا عندكم في الكورس وجي مثلا بعد 3 4 شهور جاي عايز يقدم في كورس تاني؟ تمام والله انا بستفاد من حضرتك اتفضل. ليه كده ليه كده؟ سيبوا الراجل سيبوا الراجل حتى اوكي كان الباد هيستوري بتاعه مش وحش ممكن يكون اتعدل. بص يا بص يا عم اقول لك على حاجه. بص اتفضل. وليكن مثلا انا اسم مثلا محمد وفي واحد اسمه هيثم وفي واحد اسمه مينا واحد اسمها مدن، تمام؟ ومحمد ده مثلا الاي دي بتاعه مثلا او رقم البطاقه بتاعته نفترض ان هو رقمه 101 وهيثم 102 ومينا 103 ومدن 104، تمام كده؟ تمام. الراجل ده جه وان هو تمام جدا وشغال وكل حاجه، راح عمل مشكله ان هو في بقى بتعمله مثلا هنا مثلا زي هنا كده اسمه باد اتيتيود. باد اتيتيود ده اللي هو ايه؟ اللي هو واحد مثلا عمل مثلا مشكله او اي عمل اي حاجه، تمام؟ ويروح مثلا ايه تروح انت واخد دوره الداتا دي كده مثلا وتحطها هنا الناس دي عملت باد اتيتيود. وكل فتره لو مثلا اي متطوع جاي عايز يشترك في جمعيه رساله بتروح كاتب الرقم الاي دي بتاعته هنا واسمه هنا. فانا هعمل لك هنا حاجه اسمها كونديشنال فورماتنج اللي هي الدوبليكيشن. ركز بقى، بمجرد ما هكتب هنا رقم 102 هيطلع لك اه ده سجل عندي قبل كده.
ده اسمه هيثم وعامل مشكلة 1 2 3 4. تمام. الله يبارك لك والله تسلم. تشكر. تمام. تشكر. تمام. فهمت قصدي؟ دي بقى فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي بتديتكت دي اللي هي ايه بيعرف يطلع لك الناس اللي هي سجلت قبل كده ولا لا في يعني حاجات زي كده كتير. ده الدوبليكيشن زي ما كان الراجل كان بيتكلم فيها اللي هو هيثم مثلا او مثلا هنا مثلا انا عايز في هنا ليبيا وفي هنا في ليبيا تانية وفي ليبيا اهي فانا عايز اعرف ايه ايه الدول اللي هي دوبليكيتد او متكرره فتجد تيجي تقف هنا كده كونديشنال فورماتنج اعمل لي هايلايت على الدوبليكيشن اهو بص ما شاء الله كل الدول متكرره يعني مفيش دولة مش متكررة. فهمتني يا جماعة؟ الدوبليكيشن دي فايدتها على فكرة انا بعملها كده على فكرة قبل كده في واحد صاحبي كان عايز يعرف مثلا الناس اللي بتيجي كل فترة مش جمعية رسالة بس يعني كان في واحد صاحبي كان عايز يعملها ان هو كان عايز في سنتر عنده ان هو بحاجة بسيطة يعني ان هو اي حد يجي له لو عمل باد اتيتيود يعمل له كده كنت انا اعمله زي التابة هنا لوحدها بحيث ان هي الداتا بتقعد تكتمل تحت بعض تحت بعض تحت بعض فهو لما كان بيجي له اي حد جديد فبيجي يحط رقم البطاقة هنا لما بيحط رقم البطاقة لو نورت بيبص الراجل ده كان عمل مشاكل قبل كده فين وابتدي يقول له لو ينفع يكمل او لا زي مثلا لما اجي اقول لك مثلا هنا 101 مثلا 101 نورت اه ده هو خدت بالكم يا جماعة من الحتة دي انا عارف هيثم انت واخد بالك ما شاء الله انت كان مثال حي معايا انا بتكلم في حد واخد باله من الحته دي تمام تمام انا بس عندي نقطه انا ساعات لما بعمل المعادله دي باجي اعمل سورت للكولومز بالكلر ما بيجيش تحت بعض على طول مش كل مره بتيجي معايا كده كولومز ايه بعمل سورت مثلا باي كلر باي كلر اه الحاجات اللي هايلايتد بنفس اللون اه تحت بعض كده ساعات تعمل ساعات لا معرفش ليه الصراحه طب ما هو تعال نجرب اهو ما هو طب ايه تاني طب ما هو ما انا عملت اهو هيقول لي سورت باي كلر طب تعال ناخد شويه مثلا من دولت كده ناخدهم كده على جنب ونجرب كده دوبليكيت اهو عملنا سورت اهو سورت باي كلر اهو انا عارف تعمل ازاي انا عندي ساعات بتعمل بس ساعات ما مش فاهم ليه الصراحه لو ما عملتش بقول لي في مره كده هيثم انا معاك تحت امرك يعني بصوا يا جماعه فالكونديشنال فورماتنج دي بقى حدث ولا حرج دي بقى ممكن بقى تعمل بقى فيها ايه كمان ممكن مثلا ايه نروح عاملين ايه اكبر تعالوا كده مثلا نبص على دي يونت برايس دي مثلا ايه اعلى 10 حاجات 10 مثلا يقول لك ايه نقللها مثلا نخليها اكبر 5 ونخليها مثلا باللون تحبوا اللون الايه مثلا يا جماعه اللون اللي ما اعرفش البرجوازي ده كده نختار اعلى 5 وندوس اوكي ده بيقول لك اكبر اعلى 5 في العمود ده كله الاسعار كلها في بالظبط في الارقام كلها دي مثلا تكست ذات كونتينز اه مثلا ده على مثلا يقول لك ايه اعمل لي هايلايت على تكست ذات كونتينز الحاجات اللي فيها كلمه مثلا ايه اي سي اي مثلا اللي هي كلمه دي اعمل لي عليها هايلايت اللي هي جامايكا او مثلا فيها مثلا الا اي اللي هي ليبيا او مثلا فيها سي اي وهكذا بصوا انت في حاجات هنا بالهبل داتا بارز كولر سكيل دي بقى حاجات بصوا انتوا ممكن تعملوا حاجات كتير او بقى دي مثلا اهي تقدروا تعملوا زي حاجات بتاعه اللي هي زي بتاعه الفيفا واللي هو اللعيب العالي وصح كده مش هو بتبقى كده صح ولا غلط صح حاجات زي كده ولا حاجه وهكذا يعني دي بتبقى بصراحه حاجه جامده جدا الكونديشنال فورماتنج دي بص بقى هيثم بقى بصوا يا جماعه بقى اللقطه اللي انا هقول لكم دي اللقطه دي حلوه جدا دي هتفيدكم كتير جدا بصراحه في شغلكم يعني دي انا عاملها حتى في شغلي انا بصوا انتوا معايا صح اه اوتوماتيك المشكله اللي بتقابلني لما اجي مثلا اجي امسح حاجه او ارجع فيها اخاف ان هي تتمسح خالص يعني مش فاهم
حضرتك لما بتمسح حاجه مثلا عملت كولر او عملت اي حاجه للخلايا اللي فاتت وبترجع تبقى طبيعيه خالص، فانا ما بعرفش اعمل الحركه دي خالص. بص لو انت عم تعالي نرجع كده ونشوفها. بص يا ستي، بص لو انت عايزه تمسحي الفورماتنج اللي انت عملتيها، الفورمات اللي هو التنسيق اللي انت عملتيه، كل اللي عليك اللي انت هتروحي عامله ايه، تروحي معلمه على العمود كده وتروحي هنا وتروحي دايسه على كلير كلير او مسحتي التنسيق. الو بس اللي هي ببطء، انت شفتيها كده ولا لسه؟ هو كليره اهي، وتروح دايسه كليره اهي. انا طيب تمام كده، انت معايا؟ انا بس هو البتاع ما كنتش شايف او كلير او شفتها كده تمام يعني. بس هي كده خلاص، كليره اهي كلير وكلير انتاير شيت اهي خلاص كده تمام كده تمام. النت بس بيقطع عند حضرتك، معلش كده كويس كده كده اهم حاجه بقى كويس تمام. انا عرفت كلير بتتجاب من عند الكونديشن بس كده خلاص يعني. بص بقى كده اللقطه دي، اللقطه دي حلوه يا جماعه. بص دي انا كنت بعملها في كان في شيت كده كنت انا بعمله دان او مش دان. بصوا كده يا جماعه اللقطه دي، اللقطه دي كنت انا عاملها بطريقه حلوه قوي. ايه المقارنه؟ لا هقول لك انا دلوقتي نوت دان. بصوا هتعجبكم قوي اللقطه دي كنت انا عاملها. بصوا عشان سامعيني كده يا جماعه. تمام. بصوا على فكره الموضوع ده انا مش بهزر، ممكن ما كانش حد كلمكم فيه قبل كده وممكن انتوا ما خدتوش بالكم منه قبل كده، لان فعلا فعلا المعادله انا هوريها لكم دي معادله ما اتعملتش كتير، ما بتعملش كتير، مش 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 افتخار والله، بس فعلا دي معادله ما بتعملش كتير. بصوا كده يا جماعه في اللقطه دي، دي دان ده نوت دان. انا عايز اعمل بص كده هيثم وبص كده هيثم، انا عايز اعمل لما دي تبقى دان يبقى كل الصف ده كله باللون الاخضر او باي لون تمام كده. تمام. بص المعادله تبقى ازاي، هنيجي هنا اولا هنيجي نعلم على المعادله دي كده، نعلم على العمود كله كده تمام، ونروح دايسين على كرييت نيورول نيورول اهي، ونختار اخر واحده ونقول له ايه، لو دي بتساوي كلمه ضن خليها لي باللون الاخضر وخلي الفونت لونه اسود وبولد. بص اللقطه دي، اللقطه دي حلوه جدا، خدت انت اللقطه دي؟ اه انا مش بهزر يا هيثم، فعلا دي ما حدش يتكلم فيها ودي فعلا حلو. انت خدت فورمات على كل كولومز اللي تحت بالنسبه لكلمه ضن او بالنسبه للكونديشنز اللي انت عاملها يعني بالظبط. ركز بقى في اللقطه انا بقولها، لو انا شلت كلمه ضن لو اتشالت بص اللي هيحصل معاها خالص الروك زي نوت ضن يعني. بالظبط لو كتبت مثلا كلمه ضن هنا ترجع تاني، دي جامده جدا. كل الكونديشنز اللي انت كنت عاملها في الرو بتروح وبتيجي على حسب الكلمه ضن او مش ضن، الكلمه اللي انت محددها له يعني على اساسها انت تعمل كده وتبقى ما تعملش كده. بالظبط. بصوا بقى يا جماعه ده الكونديشنال فورماتنج، انا بقى عايز بقى اكمل لكم بقى الباقي عشان تبقوا عارفينه. ده الفورمات ده، ثواني بس نشيل بقى كل الكلام ده خالص عشان ايه. بصوا يا جماعه الفورمات تيبل دي اللي هو لو انت عايز الشكل ده كده، لو انت عايز مثلا تعدله مثلا كده تخليه مثلا بالمنظر ده تيبل، يعني تيبل ده اللي هو تخليه مثلا كده تخليه بالشكل ده. ثواني دي حاجه الصراحه ما حدش بيستخدمها كتير يعني، بس هي اهو دي اشكال تيبلز، لو انتوا عايزين تعدلوا التيبلز وتخلوه مثلا اشكال. انتوا معايا صح؟ تمام اهو. دي مثلا الكلام بقى ده لو انتوا عايزين تخلوه بالالوانات دي اهو، لو انتوا مثلا تتعلموا مثلا كده وتخلوا مثلا باللون ده تختاروا مثلا، تقعدوا تختاروا انتوا ما بين الالوانات والحاجه بتاعتكم دي على حسب الاسواق طبعا.
انسرت انسرت وديليت والكلام ده. تعال اوريكم بتعملوها ازاي عشان لحظه. هو الشيت فجاه كان بتحصل بتحصل معايا دي واخد عليه. رجع بالسلام. لا ده انا دوست على حاجه غلط خالص. هو الشيت كان رجع بالسلام. فهي باظت خالص. ثواني كده يا جماعه ديسكورد. معلش انا دوست بس على حاجه بالغلط. ايوه بالظبط اهو كده. نرجع تاني اهو بالظبط كده يا جماعه اهو. انسرت دي بقى اللي هي بتعمل ازاي. تعالوا بقى كده تعالوا نختارهم على حاجات بسيطه شويه. انسرت دي لو انا مثلا ده كونتري وده سام اف فانا عايز احط ما بين ليبيا وكونتري حاجه. هاجي هنا دوس كليك يمين ودوس كليك يمين ودوس انسرت. دي كده عملت زي دخلت صف ما بين صف ما بين صفوف. ولو عايز ادخل عمود ما بين العمدان اروح داس كليك يمين واعمل انسرت ادخلني عمود هنا كمان اهو. خلاص لو انا عايز مثلا ادخل عمود تاني هعمل كده انسرت يدخل لي عمود تاني وهكذا وهكذا. دي العمدان ودي الصفوف. ديليت لو انا طبعا عايز اعمل امسح ده كده ادوس كليك يمين وادوس ديليت. امسح ده كده وادوس ديليت وامسح برده العمود ده وادوس ديليت وهكذا. فورمات طبعا لو انا عايز اصغر الكلام ده واكبره اللي هي دي يا جماعه اللي هي الفورمات دي هي دي اللي هي لو انا عايز اظبط الهاي او اللي هو الهايت اللي هو الطول بتاع الخليه اللي هو من ناحيه التخن او الوسع او الطول بتاعها او العرض بتاعها وهكذا. في الاوتو صام دي ما يعني دي ما بنستخدمهاش كتير. والفلتر دي لسه برده ما بنستخدمهاش كتير. الفلتر دي استخدامها اهو اهي اللي لو انت عايز تستخدم الفلتر من هنا تروح دايس فلتر اهو وتقعد تختار مثلا تختار مثلا مثلا افغانستان دي مثلا اهي كام واحده في افغانستان. دوس كلير اهي كلير اول. لا مش كلير اول دي اهو ده فلتر قصدي كلير اهو. عايز ترجع مثلا تختار مثلا الجيريا وهكذا. عايز تخرج من الفلتر تروح دايس كلير. والفلتر اللي هنا ده برده بيبقى هنا في الداتا في فلتر هنا هو ده. الشورت كات بتاع الفلتر. نعم الشورت كات للفلتر بتقولي الشورت كات. يعني انا لو مش عاوز ادخل على الشورت فلتر ده وعاوز استخدم الشورت كات بتاع الفلتر ايه بصراحه لان انا على طول بستخدمه من الداتا. اصل مش كل الشورت كات بصراحه حافظها. تمام ماشي. انا بصراحه دي بصراحه مش عارفها. بس والفايند وريبليس دي فايند دي يا جماعه اللي هو دور لي مثلا على كلمه جابان مثلا جابان جابان اهي اهو بيقول لك جابان اهي. ريبليس دي لو بيقول لك لو لقيت كلمه جابان حط لي مكانها مثلا اسم وليكن تشاينا. بيقول لك ريبليس اول بيقول لك انا عملت ريبليس لثمانية بقت تشاينا مكان جابان وهكذا. بس كده ثواني بس بقى نتكلم بقى كده الحته دي ثواني. بس كده يا جماعه انا كده حبيت ان انا احكي لكم موضوع النهارده. انا عملت لكم حوار اللي انا علمت لكم ازاي تعملوا معادلات على ازاي تعملوا معادلات على الاربع معادلات حسابيه اللي هي جمع وطرح وضرب وقسمه. ازاي تعمل سام اف اللي هو جمع بشرط. ازاي تعمل كاونت. ازاي كاونت اي. ازاي كاونت بلانك. ازاي تبص على الكونديشنال فورماتنج. مفيش غير حاجه واحده بس هي دي اللي ناقصه ودي اللي هشرحها دلوقتي وخلاص على كده اللي هي كاونت اف. ازاي تعد حاجات بشرط. احنا قلنا نجمع حاجات بشرط. ازاي تعد حاجات بشرط. ازاي نعد ايه الحاجات بشرط. مثلا احنا عايزين نعد بحاجات اللي قدام ليبيا فقط نعدها مش نجمع. تمام اوكي ماشي اوكي. لحظه بص يا جماعه هنيجي هنا كده. احنا هنا قلنا سام اف هتبقى هنا اسمها كاونت اف.
اي حاجه فيها شرط بتبقى فيها اف. هنروح دايسين يساوي كاونت اف اف اي. الرينج فين؟ يقول لك الرينج اللي هو المدى، المدى اللي هو ايه؟ اللي هو الكونتري اللي هو فيه اللي فيه اللي فيه الدول الاسماء بالظبط. الكرايتيريا فين؟ الكرايتيريا او بص كرايتيريا اهي، اهي كرايتيريا اهي، امشي انت تمشي تبع المعادله. الرينج اهو بعد ما عدينا الرينج يقول لك الكرايتيريا، تقول له الكرايتيريا دي اللي هي ليبيا اللي هي المعيار ليبيا، وبعد كده بص انتر اهو ونشد كده المعادله. ركزوا كده، لو احنا جينا فلترنا على كلمه ليبيا لا قررت 6 مرات بس. ليبيا فيها كم مره؟ 6 مرات اهي. 6 مرات اهي 6 مرات. كندا ثلاث مرات، كندا ثلاث مرات. جابان طبعا عشان احنا غيرنا جابان لزيرو لتشاينا، لتشاينا اللي تشاد هتبقى 7 مرات. تشاد 7 مرات متكرره بنت لذينه. تشاد 7 مرات بالظبط كده يا جماعه. كده ده الكاونت اف بس كده، بس كده كده احنا شرحنا كل حاجه، المعادلات الحسابيه، ازاي تجمع بشرط، ازاي تعد بشرط. اهم حاجه صح انك تمشي تبع المعادله. لو فتحت المعادله هتلاقي المعادله بيقول لك انقل من كذا روح لكذا، انقل من كذا روح لكذا، انقل من كذا روح لكذا، وهكذا. بس كده. وعملنا المعادلات الحسابيه والشرط والكونديشنال فورماتنج. على فكره الفيديو هيقفل خالص، او اللي هو الميتنج هيقفل، لو قفل نخش برده على نفس اللينك. بس كده، وان شاء الله ان شاء الله المحاضره الجايه هشرح لكم حاجات معقده وحلوه جدا. طب بصوا لكم على حاجه، احنا نخرج ونخش تاني عشان خلاص هي فاضل لها لمسه وهيفصل. نخش تاني اوكي؟ تمام تمام يلا يا شباب كلكم اخرجوا ادخلوا تاني. في المحاضره دي يا جماعه انا ازاي بس تعرفوا وتتعاملوا على الاكسل وكل حاجه، علشان الناس اللي لسه ما اتعلمتش على الاكسل وايديها مش واخده عليها، ان شاء الله تتعلموا على الاكسل. ثانيا المحاضره دي انا مسجلها، يعني انا دلوقتي مسجلها، دلوقتي عدت ساعه وسبع دقائق او ساعه وداخل على 8 دقائق اهو كمان. ان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا ان شاء الله. المحاضره الجايه هتكون عن الاف بقى نفسها، اللي هي ازاي تعملوا اف شرطيه وفي لوك اب والكلام ده، حاجات كده معقده وحاجات حلوه جدا. دي بقى الاكسل. ثواني اعمل ادمت. وكمان في قناه كمان عندي كمان على الاكسل، انا بشرح بشرح حاجات في الاكسل وبعمل كذا حاجه كده. وكمان عندي القناه دي حوالي كام، حوالي 34,000 واحد عندي على اليوتيوب. فان شاء الله ان شاء الله بحط لكم لينكات الاكسل عليها، وتستفيدوا منها. وان شاء الله المحاضره الجايه ان شاء الله اكون معاكم، وان انا اعمل لكم بقى حاجات بقى فيها في لوك اب وفيها حاجات فعلا فعلا تستفيدوا منها كتير. بس اللي عنده اي اسئله واللي عنده اي حاجه، انا تحت امركم في اي شيء ايا كان، في جوه المحاضره وبره المحاضره تحت امركم. يا باشا تسلم. انا بس كنت محتاج من حضرتك يعني المحاضره الجايه ان شاء الله نتكلم في البرنت لما نيجي نطبع صفحه اكسل مثلا ولا حاجه. ازاي مش دلوقتي حجاج، لان انا بقول المره الجايه ان شاء الله. مش قصدي دلوقتي. انا بص اخر محاضره خالص انا بعمل حاجه اسمها ازاي تعمل ريبورت، ازاي تعمل تقرير. فبالتقرير ده ممكن اقول لك ازاي تعمل البرنت. عينيا ليك حبيبي يا باشا تسلم. تحت امرك. في حد هنا يا جماعه عايز اي حاجه، او في حد عنده اي مشكله في اي حاجه في شغله، انا تحت امركم. على فكره كنا ناقصين محمد على المحاضره دي، وان شاء الله يكون في اقرب في الفتره اللي جايه، بس محتاجين اللينك بتاع القناه. طيب لو سمحت. انا يا حاضر، انا هبعت لكم اللينك بتاع القناه اهو. انا وانا بكلمكم انا عايز عامل اعمل مسج. مسج اهو. بص يا جماعه، انتوا لو دخلتوا على القناه وكتبتوا كلمه السر شاجي او السر شاجي كده، هتلاقوا بالعربي وبالانجلش هتلاقوني في القناه. انا بعت لكم على فكره، انتوا شفتوا الرساله انا بعتها دلوقتي دي؟ تمام. ماشي، شوفوها، خش على اليوتيوب. انا قناتي فيها حوالي 34 داخل على 35، يعني بحاول انا ايه اكبر شويه تاتاتات يعني. فبتكلم فيها عن الاكسل وبتكلم فيها عن الساعات ان شاء الله ب 400,000 ان شاء الله. فاي حاجه يا جماعه انا تحت امركم، انا بتكلم جد. اي حد عايز اي حاجه في الشغل بتاعه في اي حاجه انا تحت امركم. انا فعلا انا بعشق الاكسل وعملت فيه حاجات
يعني جبارة يعني. فأتمنى أن أنا أفيدكم وأتمنى أن أستفيد منكم جميعا. إن شاء الله بإذن الله. شكرا جدا شكرا جدا باشمهندس. شكرا جدا يا جماعة. وإن شاء الله أشوفكم إن شاء الله منكم معكم إن شاء الله. شكرا جدا لكم. انا عندي انا بشتغل على اشتغلت على اكسل وبعدين سبته فتره وبعدين اشتغلت على جوجل شيت فابتديت انسى الاكسل وجوجل شيت وطول الوقت عندي مقارنات ما بينهم فبيبقى عندي حاجات عايزه اعملها على الاكسل بعملها بطريقه جوجل شيت اتلخبط او العكس يعني جوجل شيت كويس وكل حاجه بس محكوم الاكسل افضل طبعا تمام يعني مثلا كونديشن بص يا ستي الكونديشنز دي موجوده وكل حاجه بس بتبقى رخمه شويه على جوجل شيت بس انت خليكي معايا ان شاء الله في الاكسل وان شاء الله تعرفي تعملي كل حاجه على الاثنين باذن الله تمام شكرا جدا تحت امرك تحت امرك اي حد يا جماعه عنده اي حاجه وانا اقول لكم تمام شكرا استاذ محمد شكرا جدا لكم يا وكان معكم محمد تحسين من قناه سيرشاجي والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام مع السلامه مع السلامه